السلام عليكم مشاهدينا، طل اليوم عليكم بحلقة جديدة فيها تقريبا هي مخصصة بالأغلب للاتصالات. ما تتصوروا قديش يعني في مطالبة بالاتصالات وعلى الهواء. نحن عادة أنا يعني بعملها هيدي الحلقة فيها شرح مفصل عن الشغل الروحاني، يعني عن الأعمال الروحانية، بس انه اكيد حنحكي فيها. انه بدي احكي بشغلة اللي هو السحر، بدي احكي عن سحر التفريق. طبعا السحر هو كتير انواع، ومش بس مرشوش ومدفون وهوائي ومائي يعني، بس طبعا في سحر التفريق، في سحر النفور، في سحر التخيل، في سحر بخلوا الواحد يمرض، يعني بيمرض. في ناس سحر بيخلوا الإنسان ينهدم بيته، يعني يهج من بيته يفل لمكان بعيد. فبدي لكم شغلة كتير مهمة، يعني أكتر شيء بيجيني اتصالات فيها اللي هي النفور بين الأزواج. يعني هذا سحر النفور أو سحر التفريق سحر كتير قوي ومهم، وبيتوكل فيه الشيطان وجن سفلي. فهيدا بيتم يعني مثلا اذا بدهم يسحروا رجل او امراه بيصوروا صورته على ورقه وبيكتبوا من ورا اسمه واسم امه، بينزلوا التوكيل والبخور والخدم وهيك، وبيشكوه بدبابيس كله على ايديه وعلى اجريه وعلى راسه وعلى اطرافه، وبيدفنوا هذا السحر اما بارض المنزل، يعني في تراب او حوالي المنزل، او بارض تانية ما مشكله هو يشتغل، لانه يعني جن سفلي او شيطان. فبمجرد ما ينعمل هذا الشيء بتلاقوا يعني مباشرة صار في فراق، في نفور بين المرأة وزوجها، مباشرة بيتوكل الشيطان والجن بهذا السحر وبيفرق بين الأزواج، يعني بيتفرقوا بأسرع وقت. فإذا بدنا نحكي بنحكي كتير إنه في يعني طبعا هذا لازم ينكشف عنه. بمجرد أي مرأة وزوجها صار في نفور ما تترك ما تهمل، يعني تتصل، لأنه فينا نعمل لها شيء. حتى لو طلقها بأسرع وقت كمان بنقدر نحنا نردها لزوجها بأسرع وقت، يعني ما تاخد وقت كبير. فإن شاء الله هيدا اللي بدي إلكن إياه. فبدنا ناخد بس فاصل مشاهدينا ونرجع على الهواء. السلام عليكم، رجعنا بعد الفاصل، معنا اتصال. يعطيك العافية شيخة، كيفك؟ ماشي الحال؟ بس بدي اسألك إذا فيك تعملي كشف لو سمحتي، أنا مقطوع نصيبي ما عم يجي نصيبي، وكل ما بيتقدم لحدا ما بعرف يصير شيء، ما بيعود يصير يعني ما بيعود يتم النصيب. فيك تطلعي تعملي كشف؟ ايه اكيد اكيد حبيبتي. انا اللي عرفته انت كنت حكيتيني قبل المرة ومش حابة تحكي اسمك على الهوى، فاذا حابة حبيبتي بترجع بتحكيني يعني بعد شي ساعة او بغير وقت، تكرم عينك بعمل لك كشف. واكيد في عليك شي لانه ما عم بيتم النصيب، ممكن يكون عليك تابعة، ممكن عليك قرين، ممكن يكون عليك جن عاشق بيعطل نصيبك. وان شاء الله يعني هيدا الفك باذن الله، الفك يعني انا بعمله كامل شامل من كل شيء، من اي قرين، من اي رصد، من اي سحر، ربط، عقد، مس، ساكن، عامر، مسلط،
أي شيء بإذن الله، وبترجع حياتك سعيدة، ونعمل لك فتح نصيب وفتح السبعة أقفال بوجهك، وبتتزوجي بإذن الله بأسرع وقت بإذن رب العالمين. فمشاهدينا هذا اللي بدي أخبركم إياه، ونرجع بناخد اتصالات، بناخد بريك ونرجع بناخد اتصالات. السلام، يا هلا، كيفك شيخة؟ أهلين حبيبتي، أهلا وسهلا، تفضلي حبيبتي. إذا فيك تعملي كشف، عندي شوية مشاكل. إيه حبيبتي، شو اسمك واسم أمك؟ اسمي سلوى واسم أمي رانيا. نعم. ليكي سلوى، عندك انت تقريبا عندك مس شيطاني، بتحسي تعب بجسمك، تقل بين كتافك، ضيقة خلق، وجع راس. اي صح. امورك دايما على فشل، يعني دايما كل شيء بتعمليه بيطلع فاشل. مزبوط صح، للأسف. للأسف. وعندك قرين، يعني دايما هيدا القرين ملازمك، هيدا قرين شيطان. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فقيدنا له شيطان فهو له قرين. للأسف بدك حبيبتي، لازم ينعمل لك فاك، وينعمل لك جلب حظ وفتح نصيب وتحصين، وإن شاء الله أمورك بتصير ممتازة. إذا حبيت دقي لي بعد ساعة بس خلص الحلقة. اوكي، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا حبيبي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا، كيفك شيخة؟ اهلين حبيبتي، اهلا وسهلا، تفضلي حبيبتي. اذا فيك تعملي كشف، عندي شوية مشاكل. ايه حبيبتي، شو اسمك واسم امك؟ اسمي سلوى واسم امي رانيا. نعم. ليكي سلوى، عندك انت تقريبا عندك مس شيطاني، بتحسي تعب بجسمك، تقل بين كتافك، ضيقة خلق، وجع راس. اي صح. امورك دايما على فشل، يعني دايما كل شيء بتعمليه بيطلع فاشل. مزبوط صح، للأسف. وعندك قرين، يعني دايما هيدا القرين ملازمك، هيدا قرين شيطان. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فقيدنا له شيطان فهو له قرين. للأسف بدك حبيبتي، لازم ينعمل لك فاك، وينعمل لك جلب حظ وفتح نصيب وتحصين، وإن شاء الله أمورك بتصير ممتازة. إذا حبيت دقي لي بعد ساعة بس خلص الحلقة. مشاهدينا كمان معنا اتصالات اليوم كتيرة.
ايه الو، اهلا، سلام عليكم. الو الو، ايه الو، سلام عليكم دكتورة. اهلا عليكم شيخة نجوى. اهلين حبيبتي، انا بشكرك كثير كثير. اهلا وسهلا. اهلا حبيبتي، سمعتيني؟ مين معي؟ انا بدي اشكرك كثير كثير شيخة نجوى. ما حدا تفضلي. انا اشتغلتي لي. نعم بهيرة. ايه اهلين بهيرة، اهلين حبيبتي، اهلين. انا بدي اشكرك كثير كثير كثير. ما حدا رجعني لزوجي حبيبتي، ما حدا رجعني لزوجي غيرك، كلهم اخذوا فلوسي حبيبتي، ما حدا عمل لي شيء حبيبتي. انت الوحيده اللي رجعتيني لزوجي حبيبتي، وعايشه معه سعيده. انا بشكرك كثير كثير كثير. يا اهلا وسهلا حبيبه قلبي. حبيبتي حبيبه قلبي، انا بتمنى من كلهم يحكوك حبيبتي، تشتغلوا عندك لانك انت الصادقه الوحيده. تكرمي عينك، تكرمي يا بهيره، عرفتك حبيبتي. اسمع، ما شاء الله. بشكرك انا كثير كثير بشكرك حبيبتي. لا واجبنا يا بهيره. بعدين باسرع عليكم، ما شاء الله، مع باسرع وقت مش الحال، الحمد لله. عليكم السلام، اهلين حبيبتي. مثل ما شفتوا مشاهدينا، اتصالات كثيره وشكر كثير، وما رح تعرفوا قيمتي الا لتجربوا. ما رح تعرفوا، صدقوني مشاهدينا. يمكن الواحد عيب انه يحكي عن حاله قدام الناس، بيبقى يمكن موقفه ضعيف، يمكن موقفه قوي انه عم يشرح عن نفسه وعم بيبين للعالم شو هو. مثل ما شايفين هالاتصالات من كل دول العالم مشاهدينا، انا خبرت 30 عام بالعالم العربي والمغربي. معنا اتصال كمان مشاهدينا، كل اليوم حلقة اتصالات. السلام عليكم يا شيخة. عليكم السلام، يا هلا. كيف حالك يا شيخة؟ يا هلا. ما شاء الله عليك يا شيخة، منورة الشاشة. تسلم الله يخليك، تسلم. ما شاء الله عليك على هالطلة البهية. الله يسلمك. ودور الملفت للنظر، ما شاء الله عليك. الله كله نور. الله يخليك، تسلم، الله يسلمك. شيخة بدي أريد أستشيرك، أنا عندي قطعة أرض في اليمن. نعم. قطعة الأرض حوالي 10,000 متر مساحتها، هذه الأرض لا حدا عم يشتريها، وصل لي عرضها أكثر من 3 سنوات. نعم. ممكن عندك شي حل يا شيخة؟ طبعاً بإذن الله. قول وصلت، عندي أقوى التوكيلات، بخليها تنباع لك بأحلى سعر بأسرع وقت. إن شاء الله. بإذن الله، احكيني إن شاء الله ورا الحلقة وبفهمك شو لازم نعمل وكيف لازم نتصرف. تكرم عيني. وانا ايش تطلبي؟ انا سداد ازدادي الواحد احد، بارك الله فيك. اهلا وسهلا فيك، تكرم عينك، اهلا وسهلا. يعني اتصل عليكي بعد ساعة؟ ايه بعد ساعة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. مثل ما شفتوا مشاهدينا، انا اشتغل مثل ما هيدا الاخ محمد عنده شقفة ارض، أرض كبيرة باليمن بده يبيعها، أنا ببيع له إياه بأسرع وقت وبأفضل ثمن بإذن رب العالمين. أنا أشتغل لكل شيء، لكساد البضاعة، لزواج رد المطلقة، لزواج العانس، لجلب الحبيب، للنفور بين الأزواج. معنا اتصال اليوم، كلها حلقة اتصالات. ألو. السلام عليكم يا شيخة. عليكم السلام، يا هلا. معك سمير العلي من سوريا بكلمك. يا أهلا وسهلا فيك بأهل سوريا، أهلا وسهلا، تفضل. شيخة أنا عمري 25 سنة. نعم، العمر كله. الله يخليك، وعندي أملاك الحمد لله وميسور. الحمد لله. بس ما عم يتم النصيب، بحاول أتزوج ما عم يتم النصيب، كل ما أروح أشوف أهل العروس يرفضوني. والله كنت متزوج شيء قبل؟
صحيح كنت متزوج وطلقت. بين عندي هذا الحكي ترى من سنة. بين عندي صحيح. هذا الشيء بين عندي هذا الشيء. أنت في عليك سحر وتعطيل عن الزواج وربط، ما بيتم لك نصيب غير لا ينفك هذا العمل والسحر اللي عليك. طب وشو لازم سوي؟ ما تسوي شيء، بتتصل فيه إن شاء الله بعد الحلقة وأتواصل أنا وياك وأخبرك شو لازم نعمل، وإن شاء الله أقول أمورك شكرا. محلولة وأحلى عروس إن شاء الله حتلاقي وتتزوج. شكرا جزيلا يا شيخ. بأسرع وقت تكرم عينك. مثل ما شايفين مشاهدينا يعني كتير مشاكل العالم كتيرة، مش شيء واحد. يعني مثل هيدا الشخص انه يريد يتزوج، وين ما يروح بده يتزوج عم يرفضوه. هو عمره 25 سنة وعنده احواله المادية كويسة، فيعني ما يعني في مشاكل كتير. هذا عنده، انا بين معي دغري عنده سحر تعطيل، تعطيل عن الزواج ومنع زواج، يعني عملت له اللي كان متزوجها قبل سحر. ف يعني الحمد لله انا مش بس من الاعلانات بتجيني، انا الناس كلها بتدل بعض علي. يعني كل الناس بيقولوا لي يا شيخ امبارح اتصل فيي واحد من العراق، اتصل فيي واحد من الاردن، اتصل فيي واحد من السعوديه، يا شيخة قال لي فلان عنك، قالت لي فلانة عنك، أخت بتجيب أختها، بتجيب بنت عمها. الحمد لله رب العالمين. فنحن كنا عم نحكي عن سحر اللي هو سحر النفور. سحر النفور هو كيف بينعمل؟ يعني بتلاقوا فجأة المرأة وزوجها كانوا متزوجين لهم 10 سنين 5 سنين قد ما كان الوقت، فجأة بينقطع كل شيء وبيتوقف كل شيء. فهذا سحر النفور بينعمل إذا كان للمرأة أو للرجل، بينعمل صورة، تتصور صورة الرجل وبينعمل توكيل على قفاها وبيتبخر التوكيل وبيتنزل وبينحط فيه دبابيس وبيندفن تحت الأرض بمحل المنزل اللي هو بده ينسحر. فمشاهدينا يعني ما تفكروا انه هيك في شيء من لا شيء انه تعطلت الزواج او وقف الحال او وصلوا للطلاق، هيك بيكونوا يعني عندهم اولاد ومنسجمين باذن رب العالمين. وبالنسبه لرد المطلقه، انا باذن الله عندي رد لها سريع 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 جدا، يعني باسرع وقت باذن رب العالمين. يعني ما تحتاج 4 أيام أو أسبوع فقط لا غير، بتكون عند زوجها معززة مكرمة بإذن رب العالمين. وإن شاء الله كل مين بحس إنه في، يعني لازم تكشفوا مشاهدينا، تكشفوا عن أنفسكم، ما تتركوا بس يحس الواحد في شيء غريب بحياته مش مزبوط، لازم يفكوا في شيء ورا هالشيء. نحن بعالم، في عالم غير مرئي اللي هو الجن والشياطين، ربنا سبحانه وتعالى نزلهم بالقرآن الكريم وذكرهم بكل عالم الثقلين الإنس والجن. ولا مرة ربنا خاطب الإنسان لوحده، خاطب الإنس والجن. يعني نحن مش موجودين لحالنا بهالحياة، وهن إلهم كتير سلطة علينا، وهن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمشاهدينا بإذن رب العالمين، أنا الأولى والأخيرة بإذن رب العالمين لفك جميع الأسحار بأسرع وقت وأقوى التوكيلات، رد المطلقة، جلب الحبيب، إصلاح النفور بين الزوجين، فك جميع الأسحار والأرصاد والمس الشيطاني. وصدقوني ما حتندموا، وأنا بحبكم كتير كتير، وأهلا وسهلا فيكم، وهيدا الرقم موجود على الشاشة وقلبي مفتوح لألكم، وبحبكم كتير، بحب جميع الناس. وانتو بين ايدين امينه، بين ايدين وحده صادقه بتخاف رب العالمين. وهيدا الرقم موجود على الشاشه للاتصال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.